إذاعة ابتسامات تونسية تقدم صبر الآراء. ألو، عسلامة. عسلامة. احنا صبر الآراء، احنا جمعية ابتسامة للإحصائيات. اي مرحبا بك. أسلم عندك ما تعمل بهم راه ميفيلش به نسموك مجال صبر الآراء نسموك. اي علاش البليبي يطيب الخبز اليابس مش بالخبز المشوي؟ كيفاش؟ علاش البليبي يطيب بالخبز البايت مش بالخبز المشوي؟ الله يا ذي السؤال، يضحك على خير ضحك، خاطر مش يتنفخ. علاش؟ خاطر مش يتنفخ. على خاطر مش يتنفخ. سامحني بابا، قلت لك علاش البليبي يطيب بالخبز اليابس مش بالخبز المشوي؟ والله ايش نقول لك؟ ساعة البليبي بابا يا اخي يطيب بالخبز جملة واحدة هو؟ كيفاش؟ يا اخي البليبي يطيب بالخبز جملة واحدة؟ ما يطيب. يا اخي انت السؤال نتاعك يضحك بطبيعته. اي كتبني نجاوبك على السؤال اللي ضحك. انت جاوبتني على اساس قلت لي علاش انا قلت لك علاش البليبي يطيب بالخبز اليابس مش بالخبز المشوي، قلت لي على خاطر مش تنفخ. خاطر هو ما يطيبش بالخبز من الاصل. فوالا قول لي من الاول به. انا هو الحليب اللي ما يتشربش. انا هو الحليب اللي ما يتشربش. فما حليب ما يتشربش هو؟ فما. هذا اخوي والله قاعد نخدم. يا حتى انا قاعد نخدم. اسمعني نجاوبك ولا لا؟ ما انت الخدمه نتاعك مش المال صديقي. نعطيك الاجابه ولا نعطيك الاجابه؟ نعطيني الاجابه نسمع فيك. حليب الغوله هو اللي ما يتشربش. حليب الغوله هو اللي ما يتشربش. شنو رايك؟ شكون هي تحكي ياسر؟ حليب العصفور اللي ما يتشربش. تحكي ياسر اللي بحذاك وماذا بين ماذا بين كلامها هي معناتها. وي اياه خلينا نسلك تو انت. شنو؟ باش نسلك شويه اسئله ما عندك ما تعمل بهم. عاود عاود. باش نسلك شويه اسئله ما عندك ما تعمل بهم. اي صراحه عندي ما نعمل بهم. شنو رايك في القانون الجديد اللي كل ما يعرضك واحد يطلب لازمك تعطيه دينار، وكان يفيق بك القانون اللي انت ما عطيتش دينار تتعاقب؟ عجبتني هذاك. اي شنو رايك فيه؟ نكتة ريت في الفيسبوك. لا اما شنو رايك فيها انت الحكايه؟ مش نكتة انت صبر اراء انت. اي جمعيه ابتسامه للاحصائيات. جمعيه شنو؟ ابتسامه للاحصائيات. ابتسامه. اي هاي بي اول مره نسمعها الجمعيه. بي مثالش. قل لي علاش المرمز اسمه مرمز؟ شنو؟ علاش المرمز اسمه مرمز؟ على خاطرك انت رمز. علاش؟ صبر الاراء اذاعه ابتسامه التونسيه، اينما كنت نحن هنا.